قبل ما يخلص الشامبيون كانوا ريحوا بوكو دو جوار ما لعبوش كانوا يونترينيو بصح كانوا يونترينيو لا مباراة شباب خاصن طينا كانت اخر مباراة لميسي صح ولكن ما يكفيش انت قاعدي لابيرون تاع تونتريني السعوديه شحال عندهم اللي حبسوا الشامبيون ارتاحوا دونك عندهم يولوا من باب واسع يولي عادي يدير تحضير يلعب مقابلات هذه انا معاك ولكن حنا بطوله انتهت يعني طولت صافي اللاعب مرهق تحب ولا تكره اللاعب مرهق كي تلعب مقابله في مي ولا في افريل ولا ماشي كما تلعبها في شهر جويليا في الحراره مونطال مورالمون الجوار سورتو هذه بلا ما نهضروا على المشاكل في السيربي ما كاش بصح بلا ما نهضروا على لي زوتر جوار اللي عندهم مشاكل ماليه اكسيتيرا صافي دير السيربي دوك انا كون كنت سيربي انا امين عزوز ما نروحش كاس العرب بريفير نخلي لاعبين يريحوا نلعب لا كوب دافريك جو مي باكي انت تو مي لا باكي سو لا كوب عرب سو لا كوب دافريك سو الشامبيون سو ومن بعد بالك ما تدي والو واضح امين عزوز ميدو تحدثت قبل قليل على انتدابات شباب قسنطينه ابراهيمي لاعب سابق لمولوديه الجزائر ووفاق سطيف كذلك مصالة مربح لاعب اتحاد العاصمه ممكن جحنيت اكرم جحنيت ممكن ليس بعد لكن هناك بن ميصاب بيحشاهين كذلك لاعب كاميروني نتحدث الان عن استخدامات نادي شباب بلوزداد بعد الرحيل الثلاثي اللي ذكرته ميريزيك دراوي وكذلك بوشار هناك مدافع جديد يلتحق ب او وسط ميدان دفاعي يلتحق مالي بشباب بلوزداد نعم المالي مامادو ساماكو نشاهدوا بعض اللقطات مامادو ساماكو رفقة الزميل حمزة سلمي مدافع البنزرتي نادي البنزرتي التونسي اعلن انتقال اللاعب المالي لشباب بلوزداد خريج مدرسة ستوندار دلياج نعم البلجيكي يلتحق بشباب بلوزداد لاعب آخر قاطع تدريبات الفريق تاعه نجم الساحلي اللي هو بتومان شراء ولا فانت كونترا اللاعب هذا لا تم شراء العقد صافي دير سيفان بنزرتي أعلن عن لاعب جيد كذلك بوتمان قاطع تدريبات النجم الساحلي يلتحق بشباب بلوزداد هذا هو جديد التشكيلة البلوزدادية وسط ميدان دفاعي مامادو ساماكو المالي خريج مدرسة ستوندار دولياج وكذلك بوتمان لاعب اللي نعرفه خريج مدرسة نصر حسين داي وكانوا مقبل جابوا بن غيت ودرفلو يعني بن غيت ودرفلو أربع استخدامات ثلاثة أنا عرفوهم وواحد سي ديكوفغير اللي هو المالي هدايا لكن اللي كي تسمع لا فورماسيون ديالو سافا سي اكاديميكمون اللي بيان فورمي دونك لاعبي نشاهدوا هذا العام هذا الموسم في البطوله الوطنيه ربما افضل متوسط ميدان دفاعي في البطوله كان هو ادوين لاعب جمعيه تشلف اللي هو دولي بوتسواني وكان غريب في فصل في الميركاتو الشتوي كان حاب يديه شبيبه القبائل لكن بعدها دور عليه لاباج واستقدم سيد احمد معطله اللي نحييوه بالمناسبه اليوم شباب بلوزداد راح له دراوي وميرازيق اللي كانوا يشكلوا ثنائي وسط الميدان الدفاعي وراح له قلب دفاع اللي هو قائد الفريق وعنده 6 سنوات في الفريق لذلك ما راحش تكون مأمورية سهلة انك تعوض لاعبين لعبوا في الفريق لمدة طويلة سامح واش رايك في كيفاش تشوف حضور شباب بلوزداد في كل مرة ربع نهائي ربع نهائي ربع نهائي هذه المرة الفريق حاب يمشي بعيد في منافسة رابطة ابطال افريقيا بعد رحيل دراوي ميريزاك وكذلك بوشار والتحاق مامادو ساماكو وبوتمان إضافة إلى بنغيت ودرفلو شوف أنا نظن أن الشباب الوزداد اللي كان يخص على العام اللي فات سي الإمكانيات في الهجوم هجوم صحيح هجوم أنا نظن أن في الدفاع والمسط الميدان الشباب الوزداد عنده إمكانيات إيزون غاردي بوراس عندهم بورديم عندهم كداد عندهم حداد عندهم بالخيطر هناك يعني البدائل موجوده حتى لي جون تاع سيربي اللي هم جايين بالخير وكاين لاعب ثاني في الوسط الميدان وحتى هذا بوتمان اللي عنده امكانيات يعني نظن ان الريكروتمون تاع سيربي الان لازم ينصب على البوست دافونسون الفريق الجزائري اللي حب يدي كان يدير في اللوم ولكن لازم له قناص افريقي قناص افريقي ده مستوى والله ثاني ما نساوش ايوالا راح يتعب سلام ايضا يعني انا اظن ان سيربي وكان يزيدوا نوتر اتاك نوتر افون سونتر دو ميتي يعني نوتر انيماتور دو جو يكون ده مستوى والاموال في سيربي ماشي حاجه اللي غايبه يمكن انهم يفيزيو بلوس كو لي كارد دو فينال
أمين عزوز دار حديث بقوة في الساعات الأخيرة عن لاعب نجم من نجوم المنتخب الوطني، لاعب ذو قيمة كبيرة لا يختلف فيه إثنان، وعرض خيالي من إدارة شباب بالوزداد لهذا اللاعب اللي هو يوسف بالليلي. لكن ربحي الرئيس أو رئيس الفريق انفاهد الاتصالات، وحتى والد اللاعب أو محيط اللاعب يتحدثوا على انتقال يوسف بالليلي إلى طرابزونسبور التركي. نعم بالليلي يعني لعب. كيفاش انت استقبلت يعني حديث انا كنت عارف عودة بالليلي إلى البطولة المحلية؟ كنت عارف باللي حبر على كيفاش نقول لا بودروزيو در الرماد في العيون. لماذا؟ لأن اللاعب باش تعطي له يعني السومة هذيك سومة كبيرة. كاين لما تكلموا عليه في مولة الجزائر تكلموا على مليار في الشهر. مليار نعم. ايه لما نتكلموا على مولة الجزائر توجور نجبدوا لي شيف، ولكن لما نتكلموا على أندية واحد أخرى يجي فيهم لاعب كبير ما يجبدوش لي شيف، مانيش عارف علاه. إذن حبيت نقول لك برك باللي بالليلي البروبليم تاعو هو عدم استقرار. الأندية هادو الأخرى اللي جاز منهم كامل تلقى سيموا ومن بعد دخل البلاد ومن بعد الإدارة تاع النادي هذاك تعيط له، بعد ما عنده مشكل في الاستقرار في العقلية. هو المهارة تاعو كاينة، ولكن من الجانب التقني والبدني هذه الوضعية تاعو الحالية نقصت من القيمة تاعو في الميدان. ما راناش نشوفوا البليلي بيركوت. أنا في البطولة الفرنسية كنت نظن باللي كل أسبوع يعني يتكلموا عليه بواحد الطريقة، قلت راح يدير نظرا للامكانيات راح يدير غردو تكنيك مو اي اكسيلون. اجاكسيو مشات له شويه في الديبي في الديبي في الديبي. حنا نهضروا على الاستمراريه، ما يليقلكش دير مقابله في المستوى العالي، ماشي دير مقابله زوج ملاح كيما لي جوار افريكان يشوف سيكونس تاع دو تروا ماتش يخلعها ومن بعدك ما كان والو. حنا نسحقوا لا ريغولاريتي دونك بالليلي انا جو بونس سي سري ميو بور لي لترونجي. وكذلك ديجا الوضعيه الكره الجزائريه راهي في وضعيه يعني محرجه، وتجيب بالليلي يعني مادابينا ولكن لازم يغير الذهنيه تاعو. واش رايك انا ميدو؟ حبيت نقول لك برك على اللاعب دراوي. لاعب دراوي انا بور موا سي ان جوار بريسك اي رومبلاسابل، باسكو دراوي سي ان جوار تصيبو كاع لا سيزون الي ريغولي. شو الفرق بين نعطيك اكزومبل في البوست تاع دراوي بنغيت مثلا؟ بنغيت فورماسيون اكاديمي كما قال لك، امكانيات كبيره شفنا في اتحاد العاصمه ولكن ممكن ما يعرفش يسير امورو هاك تلقاه في هذه الفريق. علاش كي نقول لك دراوي ونقول لك امير سعيود سيناريو نافوار امير سعيود سي با وزن اللاعب في الفريق. ايه امير سعيود مشى وزن الفريق توقف عند تتويج بالبطوله. ما توقفش. ما توقفش ولكن دراوي لو رول تاعو في الفريق تاعو داير. انا سوفون طرحت السؤال كيفاش المنتخب الوطني وجمال البرلمادي جامي شافوا في دراوي، لان نظن انا نشوف لاباطاج تاعو في الملعب بريباراسيون فيزيك اي لي سيريو اي لي بريزون في المقابله. نعم. يستاهل جو بونس كونفوكاسيون ديال الناسيونال. دونك السي ار بي لازم يجيبوا لاعب في مستوى دراوي او احسن. سي ار بي لازم لهم جوار لوكوموتيف. نعاود نولي مع ميدو فقط كما بالليلي بإشاعة يوسف بالليلي في ناديي البدايه. بدايه الاشاعه كانت كما قال امين في شباب الوزداد بعرض بلغ مليار سنتين في مولود الجزائر. في البدايه كان مولوديه ولا كان مولوديه ديبار ومن بعد ولات سي ار بي. نعم يوسف بالليلي مليار سنتيم في البطوله الجزائريه. واش رايك ميدو؟ شوف نهضروا الواقع، يوسف بالليلي لما ترجي ردوا يستاهل مليار او لا؟ سي ان جوار لوكوموتيف هو اللي كركر لك ليكيب. ترجي لما كاس العرب مع المنتخب الوطني ليس الان جابها يوسف بالليلي. اسمح لي امين اسمح لي اسمح لي لو نيفو الشامبيون تاعنا ماهوش لا بريمير ليغ. اسمعوا رايك اصبر نكمل برك نعطيكم رايي. اسمعوا رايك في قضيه هذا لو بوان ومن بعد نولي. دوكا كي تحب تدي لا ليغ دي شامبيون ما تقدرش تديها بلاش بلا طاي. لا ليغ اليوم الفوتبول افريكا يديفلوبا ويزيد. دوك نحبوا نكرو سورتو سكي لافريك نوار. اليوم ما بقاتش فقط شمال افريقيا اللي تسيطر، شفنا دي سان دونز من جنوب افريقيا يلعب ان فوتبول بليزون، تشوف الانديه تي بي مازومبي مار بفتره كان سيطر. علاش كان عنده كاطومبي؟ الرئيس الفريق كان يصرف اموال ويجيب لاعبين ممتازين ويعطيهم دي سالار. لو فوتبول اكتويلمون سي لارجون هو لو نير دو لا كار فيه، عندك اموال تستقدم لاعبين كبار، لاعبين كبار يعطيوك الفارق. يوسف بلايلي لما استقدموا تعاود رجعوا ترجي تونسي قادوا للقبي دوري ابطال افريقيا متتاليين وافضل لاعب في القاره، هذا ما نساوش. لذلك النادي باش
تزيد تمشي انت اشاك فوا تحبس في الكارت فينال جبال على سي ار بي اشاك فوا راك تحبس في الكارت فينال بعيد لازم لاعبين مين طينت يوسف بلعب عندك عفسه تخصك دونك البيرات خاديك العفسه اللي تخصك اردوان انا نظن انه ليس من الواقع اشاعه المليار راتب ليس من الواقع ان كلوب الجيريان يقضي مد ان سالير دو 2 مليار هذا ايكونوميكمون يعني سي با فالابل كيفاش ان كلوب ديجا عنده ان ديفيسيت فينانسي يقدر يمد ان سالير دو مليار انا حسب التحريات تاعي هناك دي ديسكوسيون بين سي ار بي والمولودية مع الممثل تاع بالليلي اللي هو الوالد تاعو الوالد تاعو حافظ نحيي ولكن المبالغ ما يعني لي مونطون ما بلغوش هاد لي شيفر استرونوميك اللي خرجوا ليس من المعقول ولكن عباك ثاني كاين ظاهره واحده اخرى كاين لاسيورونشير ما تنساش باللي مواقع التواصل الاجتماعي اللي وين يخرجوا هاد لي شيفر في حد ذاتها حرب حرب وتطلع في لاكوت تاع مصالح تاع المصالح تاع لي ماناجر طلع لاكوت تاع لي جوار انا بيرسونيلمون جي كرو با سو جور دو شيف ميم سي يا دي ديسكوسيون